السلام عليكم، مرحبا ألف مرحبا بكم في قناة شيوات أم إلياس وسلمى. وصفة اليوم من الوصفات السهلة والبسيطة التقليدية والمغربية 100%، اللي هي غريبة الكوك والسميدة الرائعة وسهلة بمكونات جد معروفين. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة لمقادير غريبة الكوك ديالنا والسميدة، عندنا جوج بيضات، 150 غرام ديال الكوك جوز الهند، 120 غرام ديال السميدة رقيقة، سميدة رقيقة ديال الحرشة. عندي هنا سكر كلاصي اللي كنفندو فيه في الاخر. عندي كاس الى ربع ديال سنيدة. عندي هنا قشرة ليمونة حامضة محكوكة. عندي هنا 5 غرام ديال الخميرة وكاس الى ربع ديال الزيت. كنبدا اول حاجة كنبداو بالبيض، كنبداو نديرو البيض ديالنا. كاس الى ربع ديال سنيدة كنمزجو مزيان. نزيدو الزيت، كاس الى ربع ديال الزيت، نزيدو قشرة حامضة، ندخلو الكوك ديالنا، 150 غرام ديال الكوك خصني يكون نوعية جيدة. كنديرو 5 غرام ديال الخميرة كيماوية، كنبداو نخويو السميدة ديالنا بالتدريج. نكملو الخلطة بيدينا باش كنجمعوها. بعد ما كنجمعو المكونات ديالنا كاملين كنخليوها كترتاح واحد 10 دقائق، وعند ديك الساعة كنبداو نشكلو الكويرات. ترتاح واحد 10 دقائق كنشكلو الكويرات على القياس هذا، كندوزوهم في السكر كلاصي، كنفندوهم مزيان. طاو ديالنا كنعاود نشكل وحدة أخرى.
يكون السكر كلاصي نوعية ممتازة باش كيبقى شاد لنا في هذا وتشقق لنا الغريبة ديالنا مزيان. نحاول نبعدوهم حتى نكملو الكمية كاملة. بعد ما شكلنا كويرات كملنا العجين ديالنا، كنوركو عليه واحد شوية بالإبهام ديالنا ولا هكا هكا تبدا ديك التشقات، شتو لاحظتو كتبدا تتشقات هكا صافي. كنكونو ديجا كنا درنا الفران كيسخن، أنا قبيلة شعلت عليه سخن مزيان، وكنديرو العافية تجي من الفوق حتى كتشقق، عاد ديك الساعة كنشعلو عليها العافية من التحت ديالها. تقريبا 10 دقائق، مكتبغيش طيب بزاف دغيا كطيب بالشكل. الكوك ديالنا والسميدة بعد ما طابت شو كي كتجي روعة، مشققة مفقعة، كتكون معلكة من الداخل. كنتمنى تجربوا الوصفة ديالي، وما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش توصلوا بأي جديد. إلى فيديو قادم إن شاء الله.